أرض يطلقه أحد المصارف العراقية، ألا وهو مصرف الرشيد، مبادرة بتشجيع المتزوجين بالزوجة الثانية بمنحهم قرض 10 مليون دينار عراقي، مما أثار انتباه المواطنين وفزع المتزوجات. 10 ملايين واحد يتزوج، أنا ما أقبل، يعني أقول أحد لا يتزوج على زوجته، وهاي يعني شنو 10 ملايين على واحد يتزوج على الموت؟ 10 ملايين شنو فلوس؟ هو فلوس يجي ويروح على عبالنا يعني هيك مجانا، بس برأيي 10 ملايين قليل، يعني ما يكفي لا مصروفات الزواج ولا الكلفة المعيشة. وشنو النظام لازم ترجع له؟ كان بلاش إنه إيه نفكر بيها، بس إحنا هسه بواحد ما نقدر عليه، لأنه بيصير ثنتين وثلاثة، فبيها مدة الإكسباير، هذا الزواج له لازم مستمر على طول. ردود وأفعال من قبل الشارع الكردستاني، فيهم من يعدها بالخطوة الإيجابية، ومنهم من كان معارض بسبب سوء الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد والأزمات التي حلت على العالم. الرجل يشوف أنه أكو مرأة كفوءة أكثر من زوجته، فمن حقها حرية شخصية يعني أعتبرها، فأيد هذا الشيء. إذا يلقى واحدة أفضل مني ويروح يأخذها بعشر ملايين بالأقساط، فهاي أكيد يعني هي فشي مو بالمستوى المطلوب، فما تهمني. أنا أنصح مصرف الرشيد أنه ينطي هذا القرض للشباب العاطلين عن العمل، أنه يخليهم حركة اقتصادية صار بالبلد، وأغلب شبابنا خريجين وقاعدين، فالمفروض الشاب اللي ما متزوج أو الشاب اللي ما عنده عمل تكون هذه المقترح لحضرته. وبعدين إحنا مو نقولون أكو أزمة مالية، إحنا منتشين على أزمة مالية والرواتب بدأت تتأخر مات الموظفين، كوني موظفة يعني دا أتحدث بهذا الموضوع. فأنصحهم نصيحة الحفاظ على العوائل العراقية، أنه هذا المقترح يحول إلى الشباب وليس إلى المتزوجين. زواج ثاني ومنح قرض لمن يجرؤ الدخول بهذه المرحلة، ولكن لم تأتي بدراسات صحيحة ومتناسبة مع وضع الأزمات التي يمر بها البلاد. من أربيل، رياض الزبيدي، اليوم.